الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أصحاب المعالي والسعادة، سعادة المدير العام لمنظمة العمل العربية، السيدات والسادة، رؤساء وأعضاء الوفود، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي ونحن نختتم أعمال مؤتمرنا أن أعرب لكم عن بالغ الشكر والتقدير على ما بذلتموه من جهد صادق وحوار بناء اتسم بالحكمة والموضوعية والشفافية، والتي كان لها الأثر الكبير في إنجاح أعمال المؤتمر وتحقيق الأهداف المرجوة منه، متطلعين إلى أن تسهم نتائجه في الارتقاء بأوضاع القوى العاملة العربية إن شاء الله. وإننا إذ نعرب عن تقديرنا لما وصلت إليه منظمتنا من تطور في تعاطيها لقضايا الأمة وتعاملها مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي في وطننا العربي، فإننا نثمن نوعية النقاشات التي ميزت أعمال المؤتمر والاقتراحات والقرارات التي نتجت عنها، والتي تعكس بحق روح المسؤولية العالية انطلاقا من الشعور بالواجب القومي العربي ودقة المرحلة التي يمر بها العالم العربي. إننا نعتقد أن مؤتمر العمل العربي في دورته 43 قد حقق ما كنا نصبو إليه، على اعتبار أن القرارات التي اتخذها تستجيب بشكل كبير للمتطلبات الأساسية ذات الصلة بعالم العمل وبقدر كبير من الحكمة والواقعية والاجتهاد في تقديم الاقتراحات القابلة للتحقيق ثم الحرص على تنفيذها. وقد لمسنا هذه الرغبة لدى إدارة المنظمة وعند أطراف الإنتاج الثلاثة بصدق وواقعية، كما أن أعمالنا أظهرت تقدما ملحوظا في ترسيخ وتوطيد الحوار الهادئ والبناء بين أطراف الإنتاج، وهي علاقة صحية نعتز بها كمجموعة عربية، لأننا نعتقد أننا في أمس الحاجة إلى تعزيز الحوار وتعميقه بما يمكن من مواجهة الآثار السلبية للمتغيرات التي تمر بها المنطقة العربية بفاعلية كبيرة وبأقل تكلفة اجتماعية ممكنة. السيدات والسادة، إن القرارات التي صدرت عن المؤتمر والتي استمعنا إليها منذ قليل نابعة من الاهتمام الصادق بقضايا الأمة وحاجتها إلى تنمية شاملة ومستدامة تتيح للمواطن في كل ربوع الوطن العربي الكبير فرصة الحصول على دخل يؤمن له وسائل العيش الكريم. ومن هذا ومن هنا كان التركيز والاهتمام بتقرير المدير العام حول موضوع التحديات التنموية وتطلعات منظمة العمل العربية، والذي لقى اهتماما واسعا من أعضاء المؤتمر، ويعتبر من الوثائق المهمة التي يلزم أخذ مضمونها في موضع الاعتبار والمتابعة من جانب كل الدول الأعضاء، نظرا لما تضمنه من إشارات جوهرية هامة لتشخيص التحديات التي يلزم مواجهتها وبعض الفرص الواعدة التي يلزم تفعيلها واستثمارها. سيدات والسادة، إن مؤتمر العمل العربي في دورته 43 أظهر منظمتنا العتيدة كفضاء متميز للحوار والتشاور واقتراح الحلول الممكنة للتعامل مع القضايا الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها قضايا التنمية وتحدياتها وارتباطاتها بقضايا البطالة وتوفير فرص العمل للشباب. ويؤكد أن منظمتنا بلغت درجة من الوعي والشعور بالمسؤولية القومية جعلتها عنصرا أساسيا من عناصر العمل العربي المشترك. وقد كان للسيد المدير العام دور كبير ومميز في هذه الخطوة الشجاعة للمنظمة، وأنني اليوم وباسمكم جميعا وباسمي كرئيس للمؤتمر أعرب له عن خالص شكرنا وتقديرنا لما قدمه من جهود خالصة من أجل تطوير عمل المنظمة واهتمامه الواضح بترقية الحوار والتشاور الهادف بين أطراف الإنتاج في البلدان العربية، ورغبته الصادقة في تحقيق المزيد من النجاحات لمنظمتكم منظمة العمل العربية. نتمنى أن يكون مؤتمرنا هذا نقطة تحول بإذن الله في تعزيز وتطوير العلاقات بين أطراف الإنتاج العربية، وفي دفع العمل العربي المشترك قدما بما يجعل هذه الأمة قادرة على مواجهة التحديات بما تزخر به من قدرات بشرية وطبيعية
تؤهلها لتحقيق التقدم والتنمية والوصول إلى مستوى من التطور والنماء يتيح لها فرصة التعامل مع تحديات التنمية ويمكنها من التصدي لكل العقبات والتحديات التي تواجهها، وفي مقدمتها قضايا التشغيل ومتطلبات أسواق العمل العربية. وختاما نكرر شكرنا وتقديرنا لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على رعايته الكريمة لأشغال هذه الدورة لمؤتمر العمل العربي، والشكر موصول لمعالي السيد محمد محمود سعفان وزير القوى العاملة وجميع أطراف الإنتاج الثلاثة في جمهورية مصر العربية على ما قدموه من تسهيلات أسهمت في إنجاح أعمال المؤتمر. كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر للأخوة رؤساء وأعضاء الفرق واللجان على جهودهم خلال أعمال المؤتمر، والشكر كل الشكر لأخي سعادة الأستاذ فايز بن علي المطيري ولكل العاملين بمنظمة العمل العربية على جهودهم الطيبة في الإعداد والتحضير الجيد لأعمال المؤتمر والذي كان له دور فاعل في إنجاح أشغاله. وفقنا الله جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.